السلام عليكم. بنكمل شرح قائمة سيمك أونلاين. هاي الفكرة، الأفكار المتكررة دائما، وبتمنى إنكم تفهموها، ما سواء بالكويزات أو بالنت. الفكرة هاي مهمة جدا، سهلة مش صعبة. بيقول لي 2.5 ميجا جرام جيب increase its speed uniformly for from rest to 72 كيلومتر كل أور in 25 سكند up inclined road الماكسيمم باور انبوت، يعني البي انبوت للانجن. اذا الميو هاي اللي هي شو اسمها بصراحه، هي النسبه كانت الاوتبوت على الانبوت، على الانبوت او كذا. بتجيني فكره زي هيك، معطيني سرعه ابتدائيه وسرعه نهائيه، معطيني يونيفورمالتي انه بتزيد يونيفورمالتي يعني كونستنت اكسلريشن معناها، اعطيني زمن. انا هون بدي احتاج، انا بعرف انه الباور باور تساوي اف في، فاهم؟ الفي راح تحكي لي اي في اخذ هاي ولا هاي ولا هذيك، فانت مش راح تعرف. بخصوص الفورس، اي فورس اخذ؟ فورس راح تحكي لي انا ما بعرف فورس اخذ، فانت الفورس بتاخذ فورس المحصل اف تساوي ام في اي، اف بتساوي ام في اي. والسرعه، السرعة بخصوص شو المطلوب؟ طالب ماكسيمم باور، ماكسيمم باور من أعلى سرعة، افريج باور خذ افريج سرعتين، مينيمم باور خذ السرعة القليلة تكون مثلا مش زيرو، يعني إذا كانت بيكون معطيني إياها معطيني زيرو. رجاء تركز، خصوص الباور ماكس أخذ 72، مينيمم خذ القيمة الأقل، افريج باور خذ افريج السرعتين بخصوص ال في، هذا الحكي متكرر. بخصوص الفورس، الفورس المحصلة، المحصلة عندي سيارة مائلة زي هيك، انت جايب لي سيرة فريكشن؟ لا. في عندي فورس، عندي ام في جي، ام جي ساين ثيتا. في عندي قوة ثانية، ما تقول قوة ثانية؟ لا، ام جي ساين ثيتا بس. في قوة ثانية بس بنشوفها نحل، ام جي ساين ثيتا تساوي ام في اي. الاي الاي الفورس هاي تساوي او ناقص اف، الفورس اللي بدي اياها انا ما بعرف شو هي، هيك صح؟ اف ناقص ام في جي ساين ثيتا تساوي ام في اي. يلا انت تجيب الاف، ام في جي ساين ثيتا اموري تمام، هي الثيتا 30 والام 2.5 في 1000 لانه ميجا جرام، اي 8.1 مو الام معي، بضل الاي، بجيب الاي، اعطيني سرعه ابتدائيه ونهائيه وزمن، بطبق في فاينل تساوي في انيشال زائد اي تي، بطي 25 ثانيه انيشال زيرو، في فاينل 72 بس بدي احولها، هاي كيلومتر لكل اور وهاي سكند، بحول 72 بضربها ب 3600 بضربها ب 1000 قصدي تسمع 3600 مع قيمة ايه؟ قوض ايه هون؟ تطلع معي اف ضرب اف في بيعطيني باور اوتبوت، هي اف في في بده ايش؟ باور انبوت، بحكي بي انبوت بتساوي بي اوتبوت النيو، وهاي الحل انا حاطه هون، اف تساوي في في بتساوي في نوت اي تي، تمام؟ هاي الايه من الاف قد هيو اف ناقص هو المحصل اللي هي الام في جي في ساين ثيتا، طلع معي قيمة اف output هي هاي في هاي بار انبوت بقسمهم مع بعض. يعني بصراحه هذا السؤال اجى بالاونلاين كثير مرات، افريج زي ما قلت لكم، افريج اخذ افريج السرعتين، السرعتين هون 0 و 72، طلب مره ماكسيمم ومره طلب انبوت، يعني ممكن يعني باور اوتبوت افريج اف في، تمام؟ اف في الفي افريج، باور انبوت افريج بي اوت افريج على ميو، بي اوت ماكس اف في في ماكس، ايش هو واضح هو ان كعلى ميو، تمام؟ اطلق بكل عافيه.